عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسات جديدة. اليوم مش نعملوا اخر حاجة ان شاء الله في حلويات العيد. ان شاء الله الناس الكل تكون بألف خير، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نحب نقدم تحية المتتبعات متاعي الكل، نشكركم برشا على تشجيعكم على كلامكم الحلو، ونقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. واللي زوروا القناة اول مرة نقول لكم مرحبا بيك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير، واللي اشتركوا جدد نقول لكم مرحبا بكم نوريني، وان شاء الله يكون عجبكم المحتوى. دونك كما قلت لكم اليوم مش نعملوا مع بعضنا كعابر الشوكولاتة ريفيزيتي، حاجة تكون هكية جديدة، حاجة تكون بريزونتابل. ما يتعدلناش عيد إلا ما نعملوا المفرودة وإلا الكعابر الشوكولاتة. بالنسبة للمقادير متاعي عندي لهنا 200 جرام كاكاوية قليتها ورحيتها هكاية جويدة، 200 جرام بسكوي كيف كيف قليت عفوا رحيته جويد، وعندي الحليب المحلى المركز اللي مش اللمبي الكعابر متاع الشوكولاتة متاعي. بالنسبة للحليب المحلى المركز كيف كيف خدمته في الدار وحدي، كيلتين حليب عليهم كيلة سكر، نخليهم يطيبوا شوية على النار وقت اللي تبدأ يثقال شوية، وانا نزيد له ملعقة اكل زبدة ورشة هكية صغرونة ملح لتعديل المذاق. اذا تحبوا بار ديتاي الوصفة موجودة عندي في القناة، نجموا تدخلوا تعملوا عليها طلع. هيك حاجة اقتصادية وحاجة مش مكلفة، ونجموا نعملوها وحدنا في الدار. شوفوا القوام متاع الحليب المحلى المركز ما شاء الله، اونديري مشري من السوق. دونك مش نخلط المكونات متاعي البسكويت والكاكاويات، نجمو راهو تعوضوا الكاكاويه باي فاكهه تحبوها انتوما، تحبوا لوز بفريوه اللي تحبوه انتوما، والبسكويت اي نوع متواجد عندكم تنجمو تستعملوه كيف كيف. دونك قعدت نخلط في المكونات متاعي، ونضيف بشويه بشويه في الحليب المحلى المركز. اذا كان ما عندكم ما تحبوش والا ما تنجمو تشريوه راهو حاضر الحليب المحلى كيف كيف. تنجموا بالنسبه للكعابر متاع الشوكولاته تلموهم، يبدا هكايا عندكم شحور خفيف تلموا به الخليط متاعكم متاع البسكويت والفاكهه. ما ديما نعرفوا احنا الكعابر الزمنيه متاع الشوكولاته تجي بنينه ياسر بالحليب المحلى المركز. اهوكا نقعد نزيد بشويه بشويه حتى لين تتلم معايا. بعد اهوكا كي نبذل عليها لازمها تتلم لي، ما تكونش هكايا شاعته شويه وشايحه. نضيف بشوية بشوية ونلم، نجمو زيدا كيف كيف تضيفو لها هكا شوية ما ورد زيدا يعطيها قوة بنينة للكعابر متاعكم. اهوكا شفتوها كي تتلمها هكي تكون ملمومة وتكون طرية ما تكون شايحة ويبسة، باش من بعديكا تجيكم الكعيبة بنينة وهكي طرية في الفم وتذوب ذوبة. دونك بالنسبة لي انا مش ناخد القياس ومش نشكلها في وسط القياس متاعي، انتوما تنجمو تشكلوها كيما تحبوا انتوما، تعملوها كعابر كيما اللي نعملوها الكعابر متاع المفرودة الزمنية ولا كعابر الشوكولاتة. انا لهنا مش نعملها كيما قلت لكم بطريقة عصرية طريقة جديدة. كل مرة وكنوع لكم حاجة في القناة، ديجا موجود عندي في القناة كعابر الشوكولاتة نجمو كيف كيف تدخلوا تعملوا عليهم طلع. دونك خديت القياس متاعي ومش نطرح فيه الخليط متاعي، ومش نبدا نشكل الكعيبات الشوكولاتة متاعي. دونك اهو كناخذ هكايا ساشي اليمونتير من لوطا وساشي اليمونتير من فوق باش نستوي هكايا السطح متاع الكعيبة. وعندي هذوما هكا القوالب متاع الغريبة متاع الحمص والغريبة البرجوة معناتها بصفة عامة. دونك مش نشكل بيهم انا كيما هكا، بالحق يعطيونا مشهد ياسر مزيان وحاجة بريزونتابل وحاجة هكا جديدة. نجمو هكا تعملو كيما هكا، كيما تنجمو تاخذو هكا يتريف من الخليط ترمي فيه كعيبة بفريوة وترجعو تعملوها في القالب وتسكروا عليها زيدا كيما تحبو انتو. ما راهو التشكيل والتشخشيخ كيما تشخشو وتزينو قد ما تجيكم الحاجة تكون بنينة ومزيانة. هكا سهلة طريقة التشكيل وما فيها حتى شيء.
حويجة سهلة وما هيش مكلفة، وما شاء الله طيحنا كمية ما شاء الله كما ريتوها في أول الفيديو، 200 جرام كاكاوية و 200 جرام بسكوي، ما شاء الله طيح لكم كمية وفيرة. دونك عملت الشكل الأول، هذه هكا الشكل الثاني. فوالا ديما هكا نسمحوا لك عيبه باش تجينا مرتوبه ومزيانه. اللي وصلت معايا للمرحله هذه من الفيديو ما تنساش باش تحط لي جيم على الفيديو فضلا وليس امرا. ولا تويكا كملت شكلت الكعيبات متاعي الكل كيما تلاحظوا، خليتهم هكايا على جنيب، وتويكا ذوبت شويه شوكولاته فوق باماري. عندي لهنا فاكيا لوز وهكايا شويه فستق مهروشين خشين شويه، ماذا بينا يكونوا خشين. وتويكا مش نغطس الكعيبات متاعي في الشوكولاته ونقطرهم بالباهي، ومش نخليهم هكايا فوق بابي كويسون حتى لين يتمسكوا ويشدوا روحهم. دونك تنجمو زينو بالشوكولاتة بيضة هكايا، تعملو خطوط من الفوق، تنجمو تعملو بنوات كوكو، تنجمو تعملو كيما مش نعمل انا تويكا. التزيين يكون اختياري وباللي موجود عندكم في المنزل. انا لهنا كل شيء عندي في المنزل، ما مستحقيتش باش نخرج لا نقضي لحتى شيء. كنت نجم هكايا زادا نزينها بشوية شوكولاتة بيضة من الفوق، زادا يعطي مشهد مزيان، ما اكتفيت باللي موجود عندي في المطبخ. فوالا هاو كان نعمل هكايا، نرمي الكعيبه ونغطيها هكا بالجناب كيما هكا. بالنسبه للشكل هذيا هكا عندنا نقولوا له عين هراء. كذلك عملت الشكل الهلال كيما قلت لكم، هذوما هكا القوالب ديجا اللي عندي كيف كيف عملت بيهم. مولي ما عندوش قوالب كيما قلت لكم، نعملوا كعابر زمنيين كيما كنا متعودين نعملوهم وامهاتنا تعملهم لنا. قطرهم هكا بالبيبي بالشوكولاتة، نزينهم بشوية فستق من الفوق، نزينهم بالفيكيا هكايا من الفوق. بالحق عطاو مشهد ياسر مزيان كما لاحظتوا، وحاجة ياسر ياسر بنينة بالحق من قبل ما تاكلوا. او كنخليهم فوق البابي كويسون حتى لين يتماسكوا، كما نعرفوا احنا الطقس بارد فيسا فيسا ما يبردوا وما ياخذوش برشا وقت. هلا هوكا كمل زينتهم، شوفوا كيفاش زينتهم. ان شاء الله تجربوا هالوصفه وان شاء الله تعجبكم، واذا كان جربتوها ما تنسوش بشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو، وتبارتاجيو الوصفه بين حبايبكم وصحيباتكم باش تعمل فايده. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وفي فيديو جديد، وبسلامه.